يقول الله عز وجل: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في صبيحة هذا اليوم، وبعد تقدم الميليشيات الشيعية والنصيرية بغطاء مدفعي وصاروخ مكثف من الراجمات والمدافع وطيران الاحتلال الروسي والنصيري على قرية بليل وتلتها وبعض النقاط، انحاز المجاهدون وأعادوا الكرة على النقاط المحتلة، وبفضل الله عز وجل تم تحرير وتطهير قرية بليل وتلتها وعدة نقاط أخرى، وتم صد محاولة تقدم الميليشيات الشيعية والنصيرية على أم خزيم وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، وما زال التقدم مستمر. ونقول للمجاهدين الأبطال: سلام عليكم وأنتم تتقدمون، وسلام عليكم وأنتم تنسحبون، وسلام عليكم حين تخططون وحين تنفذون، وسلام عليكم حين تقتحمون وحين تتراجعون، سلام على شهدائكم وجرحاكم والسالمين منكم، سلام عليكم أيها الأبطال الكبار، سلام عليكم طبتم فادخلوا سجل المجد خالدين. إخوانكم من غرفة عمليات ريف حماة الشرقي، يوم الأربعاء 8/11/2017.